لطيف واجه فريق قوي اللي هو النادي الاهلي ومنظم داخل الملعب خلال الشوط الاول من عمر المباراه، ونجح النادي الاهلي في خلال الشوط الاول يسجل هدفي اللقاء. كمان صحيفه الشروق الجزائريه قالت ان حظوظ وفاق سطيف في التاهل نهائي دوري ابطال افريقيا لا تزال قائمه ولكن ضعيفه. صحيفه النهار الجزائريه قالت ان الوفاق يسقط بثنائيه ويرهن حظوظ بلوغ النهائي، وقالت ان وفاق سطيف بات امام مهمه صعبه جدا في لقاء العوده كونه مطالب بالفوز بثلاثيه نظيفه على فريق كبير زي النادي الاهلي. صحيفه الهداف دول اكبر ثلاث صحف، يعني صحيفه الشروق والنهار والهداف اكبر ثلاث صحف في الجزائر. صحيفه الهداف تناولت التصريحات اللي ادلى بها رشيد الطاووسي مدرب وفاق سطيف، وقال ان هو يعني هيفعل المستحيل من اجل التاهل في مباراه الاياب. طبعا بيحاولوا يحفزوا فريق وفاق سطيف، لكن هم في الجزائر الصحف برضو شايفه ان فوز وفاق سطيف على الاهلي 3-0 موضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا. الموقع الرسمي للفيفا امبارح قال ان الاهلي قطع خطوه جيده نحو التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. عملوا اشعه على رجل علي معلول، الاصابه هتكون يعني من شهر ونص لشهرين مزق من الدرجه الاولى في العضله الضمه بالنسبه لعلي معلول، فيعني من شهر ونص لشهرين علي معلول هيغيب عن النادي الاهلي، وده طبعا يعني هيبعده تماما عن حتى المباراه النهائيه ان شاء الله في دوري الابطال. يبقى كده الاهلي هيبدا يعتمد، طبعا الف سلامه لعلي معلول، وهيبدا النادي الاهلي يعتمد على صبر رحيل وايمن اشرف في الناحيه اليسرى او الظهير الايسر بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره القادمه. لسه طبعا بيعملوا كشف طبي على عصام عاشور، لكن ان شاء الله عصام عاشور هتبقى فتره غيابه قليله جدا. زي ما قلت لكم النهارده تم تاجيل مباراه طلائع الجيش وادي دجله في الاسبوع التاسع من بطوله الدوري، وايضا تم تاجيل لقاء الاهلي والداخليه اللي كان المباراه المفروض تتلعب بدون الدوليين يوم 15 اكتوبر. خليني اكمل معاكم الاخبار كده. الزمالك بكره مسافر ان شاء الله السعوديه، امبارح لعب مباراه وديه نادي الزمالك مع كفر الشيخ وتعادلوا 1-1، ويعني معظم اللعيبه اللي لعبت اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت في الماتشات الرسميه، وبكره الزمالك مسافر ان شاء الله الى السعوديه عشان مباراه السوبر المصري السعودي مع الهلال يوم السبت القادم في الرياض. الزمالك بيصرف 10,000 جنيه لكل لاعب قبل السفر للسعوديه، دي مكافاه الفوز على القادسيه الكويتي في البطوله العربيه. يعني سامع كده كلام ان الزمالك بيتكلم مع محمد عبد الشافي عشان عايزينه يرجع نادي الزمالك، لكن محمد عبد الشافي برضه بيني وبينكم السن كبر شويه وهو مع اهلي جده دلوقتي، فصعب ان هو يرجع نادي الزمالك في الفتره الحاليه. واعتقد اتمنى ان الزمالك كمان يبص للمستقبل، يعني هو عنده احمد فتوح عنده بهاء مجدي، لو عايز يتعاقد مع ظهير ايسر يتعاقد مع ظهير ايسر صغير في السن على اساس ان هو يعني يبقى شغال مع الزمالك فتره كبيره. لكن عبد الشافي اعتقد 33 سنه او 40 سنه دلوقتي، يعني السن كبير شويه بالنسبه لمحمد عبد الشافي، مع انه طبعا لعيب مميز وكان في منتخب مصر ونادي الزمالك وقضى مواسم رائعه. برضه نادي الزمالك حاطط عايز يجيب في مركز المساك في شهر يناير، وحاطط بعض اللعيبه زي عبد الله بكري مدافع بيراميدز، وحاطط في دماغه برضه محمود متولي لاعب الاسماعيلي عشان عايز يدعم في الحته دي، وعنده طبعا لعيبه زي محمود حمدي الونش وعنده محمود علاء، وعنده كمان اثنين كويسين ولد اسمه محمد عبد السلام كانوا جايبينه من بتروجيت تحت السن لعيب كويس، ومحمد عبد الغني اللي كان بيلعب في نادي مصر، بس هم عايزين يدعموا باسم كبير او لعيب برده عنده خبره في الدوري الممتاز. النادي الاسماعيلي كمان بيخطط للتعاقد مع احمد علي مهاجم نادي المقاولين العرب، ويمكن كمان يعني المسؤولين في نادي الاسماعيلي فتحوا كلام مع المسؤولين في المقاولين العرب عشان احمد علي. احمد علي انتوا عارفين كان بيلعب قبل كده في النادي الاسماعيلي، قعد من 2009 ل 2013 ويعني كان من هدافين النادي الاسماعيلي قبل كده. النهارده المصري هيلعب بالزي التقليدي بتاعه، النهارده هيلعب تيشيرت الابيض والشورت الاخضر والشراب الابيض، وفريق فيتا كلاب هيلعب بالطقم عندهم فيتا كلاب الكونغولي بيلعب اخضر في اسود وشورت اسود. طيب خلينا نروح للكابتن عامر حسين طبعا رئيس لجنه المسابقات، ويعني يمكن كان بيقولوا لي دلوقتي هنا في الاذاعه جالنا منشور ان مباراه طلائع الجيش ووادي دجله اتاجلت. كابتن عامر حسين بيقول لا ما تأجلتش. كابتن عامر ازاي حضرتك؟
ازيك يا زكريا؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كان جايبين لي منشور هنا في الاذاعه دلوقتي ورقه بتفيد ان مباراه طلائع الجيش وادي دجله اتاجلت. لا جالها مين يا مش عارف جات لي في الاذاعه دلوقتي. جاي منين؟ جاي منين دي؟ جاي منين؟ منين؟ لا ده من هنا من الاذاعه، ورقه من الاذاعه. لا مفيش حاجه من دي. طب هات لي الورقه كده يا احمد، معلش بقى مفيش مباراه قائمه النهارده يعني طلائع الجيش ووادي دجله. اه يا ريت تعرف لي بس الورقه مكتوب عليها ايه ولا مطبوع فيها ايه. لا هي من جوه الاذاعه، ممكن هقول لحضرتك. لكن المباراه قائمه النهارده طلائع الجيش ودجله. لا 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 ما حدش بلغنا باي حاجه. اه ومباراه بيراميدز وبتروجيت هتبدا بعد نص ساعه. النهارده برضه يعني كان في خبر مكتوب ان اتحاد الكوره خد قرار ولجنه المسابقات بتاجيل مباراه الاهلي والداخليه يوم 15. اه حضرتك عارف ان دي كانت معموله وقت الاجنده الاتفاق مع النادي الاهلي عشان بحث مبارياته والتاهلات بتاعته. وانا كنت مبلغ الحقيقه من بدايه الدوري ان الاجنده بتاع شهر 10 هنلعب فيها مباراه المنتخب، مباراه الكاس نفاذ اللعيبه بتاعت المنتخب الوطن الاول، وان هم ما استخدموش الاجنده ديت. انما حطوا مباراتين للامارات، وانا في كنت مصمم ان المباراه بتاعت الاهلي الداخليه تتلعب، بس المهندس ثاني كلمني من ساعتين كده وقال لي في المباراتين في الامارات والكابتن شوقي محتاج اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، فلازم المباراه تتاجل عشان يبقى اللعيبه يلعب المباراتين. طبعا بلغت النادي الاهلي المباراه هتتاجل، وشكرتهم على الحقيقه ان هم بيحاولوا يساعدوا ان هم يخففوا المباراه اللي عليهم. هو عشان لعيبه المنتخب الاولمبي كمان كانوا رايحين الامارات مع المنتخب الاولمبي صح؟ هم 12 و15 عنده مباراتين. اه فكده الاهلي للامن ورقه وهيبعتوا لاتحاد الكوره ورقه. هل حضرتك تلغت بالقرار ده؟ باستثناء ماتش الاهلي والزمالك. كابتن هاني امبارح احنا بعتنا للامن وزاره الداخليه على المواطن على مباراه المقاولين. انما ما جالناش رد لغايه دلوقتي، طلعتنا الجواب امبارح لسه ما جاش رد، منتظرين الرد يعني. يعني ما عنديش حاجه رسميه ان الامن وافق، احنا بعتنا للامن. اه انتوا بعتوا الامن ايه؟ على اقامه مباراه المقاولين مع المصري في بورسعيد. في بورسعيد. وقرار مجلس الشعب النهارده؟ على ان يحضر صاحب الجمهور صاحب الملعب يعني. لكن ما جاش حاجه لسه رسمي لغايه دلوقتي. لا ما جاش رد. لا في حاله موافقه الامن ما فيش مشكله، خلاص الماتشات هتتلعب في استاد بورسعيد. لا لا ما فيش مشكله، يا ريت كلنا نتمنى في التكريم. يعني حتى من المباراه اللي جايه على طول. طبعا. هو المصري الماتش الجاي عنده المقاولين عنده المقاولين يوم الاحد 7 اكتوبر، ده الاحد اللي جاي على طول. ان شاء الله. يعني لو الامن اوكي خلاص حضرتك اتحاد كوره لجنه مسابقات ما عندكش مشكله. ما فيش مشكله. طيب انا سامع كده في صوتك ان انت زعلان مش مبسوط. انا عارفك وحافظك يا حاج عامر وحاسس انت متضايق مش مبسوط، وانا عارف انت متضايق لان في تاجيلات كتير انت مش عايز تاجل كل التاجيلات دي وبيزنقوك، انا عارف، بس انت اللي تقول مش انا، عشان انا حاسس بيك لا في حاجات طبعا بتبقى حاجات مفروضه طبعا فعلا عرفنا وعارف صوتي، انما حاجات بتتفرض عليك وفي الاخر بتبقى ذراعك طبعا يعني حاجه عشان المنتخب الاولمبي والكابتن هاني بيطلبها منك كرئيس اتحاد، ما بتقدرش تقول له لا. حاجه زي مباراه السوبر ما بتقدرش تقول لا. يعني في حاجات بتبقى